في الحرب قد يكون القتل بداية لمعاناة أخرى، معاناة البحث عن الجسد الذي يصبح مادة للمزايدة اللا إنسانية التي عادة ما تقتل الضحية مرتين، أو هكذا يبدو الحال وتؤكد الشواهد. هنا في إحدى الضواحي الغربية لمدينة تعز يحضر مندوبون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثلون عن المقاومة الشعبية وعن الميليشيا لإتمام صفقة تبادل جثث القتلى من الطرفين، والذي مضى على بعضهم أسابيع منذ أن فارقت الأرواح أجسادهم في جبهات القتال. طبعا قتلهم أكثر من أسبوع، هم تواصلوا الطرفين اللي هم أنصار الله والمقاومة، على سب في جثث موجودة مع طرفين، كل واحد يملك جثث حق تبع الطرف الآخر. تم التواصل مع الطرفين وبلغوا اللجنة الدولية والهلال الأحمر، اليوم إن شاء الله بيتم تبادل الجثث بين الطرفين، وفد من المقاومة ووفد من أنصار الله. هكذا تمت الصفقة، وعلى هذه الهيئة الحزينة عادت جثث القتلى لذويهم من أجل مواراتهم الثرى، وذلك أقل العزاء لأهاليهم المكلومين. وهنا تبدو المفارقة بين من قتل وهو يؤدي واجب الدفاع عن أهله ومدينته وحقه في الحياة، وآخر أتى من بعيد ليحقق وهم الأحقية في السلطة، ولا فرق إن كان ذلك عبر سفك الدم وتدمير الوطن.